أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن قيمة الشطر الثاني للسكنات الترقوية العمومية البيبي محددة ب 100 مليون سنتيم، وهو ما كان في الأول، معتبرا أن هذا المبلغ بإمكان المكتتبين تسديده كون الراتب يسمح بذلك. المزيد مع عادل زيد وهشام شريف. احنا النهار الأول قلنا أن الشطر الأول يكون ب 100 150 مليون. احنا نزولا، وانا هذه الفئه اللي همتنا كثير، نزولا عند رغبه المكتتبين تاع عدل اللي بعد تحيين تاع الملفات تاعهم صفحه المرتبات تاعهم ما تاهلهمش العدل، فوتناهم الانفي هادو صح، يعني كون قاعد في عدل ربما كان يدفع 27 مليون، مين فات الانفي ما نقدروش نقولوا ندفع 100 مليون، خلينا ندفع 50، والاخرين فاتوا في نفس اليوم. احنا هادو 4000 مازالوا اخذينهم بعين الاعتبار.